وفاه الترشيح لمجلس الامه، هذا الامر يبقى نسبي، يعني تقريبا انهينا عمليه الدراسه، بقيت بعض الملفات العالقه سنقوم بمعالجتها سواء بالسلب او بالايجاب، ولكن كوني على يقين بان وجبه التحرير الوطني لن تخرج الا مرشحين اكفاء ونزهاء. شكرا. لا، هو عمار سعداني موجود كذلك في الاجنده التي سيتم تنفيذها في قادم الايام، ونحن عمار سعداني يعامل كامين عام سابق لحزب جبهه التحرير الوطني ويحظى بكل احترام.